قدرنا نعمل كل حاجه الحمد لله في البطوله. ظهرنا بمستوى قوي، منتخب قوي، بهنيهم، بهني ال 12 لاعب اللي كانوا موجودين، بهني ال 20 لاعب اللي كانوا موجودين في القائمه من البدايه، بهني كل قطاع كره السله في مصر والمنظومه كامله، منظومه كره السله المصريه اللي بتشهد تطور كبير جدا خلال الفتره الاخيره، سواء على مستوى المسابقات المحليه او المشاركات الافريقيه ودلوقتي المشاركه العالميه لينا ان شاء الله. مستوى قوي جدا ظهرنا بيه. هارد لك طبعا للمنتخب التونسي، لسه قدامه فرصه للصعود، لسه في فرصه طبعا للصعود للمنتخب التونسي. هارد لك ليهم اشقائنا، منتخب كبير، منتخب قوي، نتمنى له طبعا الصعود وكمان يضمن بطاقه التاهل من مصر ويكون المنتخب العربي الثالث اللي يوصل بعد ما الاردن وصلت النهارده والنهارده بعدها مصر توصل. نتيجة لو عندنا لبنان كمان خلي بالك، ولبنان قبل كده فهي الرابعه باذن الله. فده كله يعني بيؤكد قوة السلة المصرية في ظهور في مباراة في صالة الشطب، الصالة التاريخية للسلة المصرية، من عاصمة السلة المصرية في كرة لمصر، مدينة الإسكندرية. طبعا. تاريخ كبير، تاريخ حافل، وشها دايما خير علينا، وش الإسكندرية دايما متعتنا بأبطال ودايما بتطلع لنا أبطال، والنهاردة الحمد لله التأهل من هناك. وحتى جوه المنتخب المصري فيه أبطال من إسكندرية كمان، فكانوا بالزبط. بيلعبوا على صالتهم، الصالة التاريخية، صالة الشطبي، صالة نادي الاتحاد السكندري. بالزبط.